فريق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله بارك لي برنامجكم فرقين تعلم كوا هذا نقول كلا سعتم تيف قرحة سمالة. برامجك تضبط كم واحد كسوق عالم دونا هالشيء سيصير في قرطاء الأحمرية دولة سمالة يوتيوبيا يكسب سنة استعمالك بدع يو تكذا سمالة يو في الإنها كي متك عالم كجارها سوماليا وأدو كسور تيست يبر يعني سوماليا شرعي هان حقول يا ضحي كسور تيست يا ود ولا ضحي برامج كوه على فرقين دورا سؤالها كلام موجودين دونا حسين هذا العير الله يقدر حسين دير وهو وسيلك ولا جرعس كسوماليا إسلام مركا الله بشر في أن كسور مضي حكم دي بدحول السينيو سدوا كلام حسين وحو فرقيا أرماس يستعلمها إن حسين كسور هو برامج كمركا هراء إن بروح نضل مرتاح شيء سبب في قرضة دحمر يسوع مالا لإثيوبيا بالجودهن يعني وفكوا سبسين يهيو طنا على بعض الدول دول سوى مالا لإثيوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم والمهندسين والباحثين تقرن كجمهورية سوى مالا هذه أن ستة وسبع جودة الله شيء سكي كودي بشي كوات لبالكون يا أفريل عتقا كل حمله مقالة دي سببا سوى مالا لإثيوبيا شيء سكاسون حركي سوها إن لا يسلاف صدود دانو سومالان سد لسو عطا صدح يصدن صندود أي احتراف عالمي رادين يسيين وال هل دلو كليا دي داخون سكاش إتوبيانا تاريخ هان مركا دي بلور نقضو إتوبيا دل بدلا يهي لحي ودكد مساوع يا عصب أو إريتريا هانجري أي مقراني ساي وحكا لسو دقي جرتي سنة دي كون سغال بقول صدح يسلاشن كي إتوبيا وحكا ملح بنا في دل بلاري إريتريا halkaas waxa ku soo xirmay badii ay u taqaanaa marinkii ay badaw marisay dawladda Itoobiya laga bilaabo 49kii ilaa waqtigan haadirka dawladda Itoobiya waxay wax kala soo dagtaa dakada Jabuuti 1999 dawladda dakada Barbara oo xogaba soo mara laakiin wax sidaa u sii buuran maaha ganacsigeeda ugu badan dawladda Itoobiya wuxuu ku xiran yahay dakada Jabuuti dawladda Itoobiya sidoo kale waxay sameysay ciidamo bad oo dawladda Faransiiska ay u tababartay oo ay doonayso inay mid ka ciidanka badda دولة إثيوبيا ونقطة أيضا لو حسابته مكاره وجي كبر كده حما جيس كان أفريقيا أود كله نسيب ترى إثيوبيا ودل أمبر لهين بهدي سوقه هنا وحوي وقت كان حاضر كه ما لو حكلاك سو كلا سو دقو أو أما وح فيه أما إذا ما ضبط ودون يوكو هميه إن قريب كان نقطة مرن كبد عس أودجيو مرك إثيوبيا وحيد هم جدي يهلوس جدي تاريخي جه هم مركل لقته قو بقصوي جي كله الرجال من اللي كي عاهل السلاسية من قصة حيل ماريا من مل السنوات مركل لقته قو نك أبي ليرا أبي أحمد برايم مستر كإثيوبيا أيه حلي من تردر عصب أو كتر درجليني تم عاية ربي تان كإثيوبيا يودون يسوينا بدع عسشو بشي أكتوبر لحد جدي برلمان كإثيوبيا يو أبي أحمد حكى جدي خطبة لا يروق يرب بدن تاسو أقول له هي نورش إثيوبيا يبدع إن بدها شو يسوي إثيوبيا بدوية ده وحويان بربوريا بابا أيه يقعد عن تهاي أمان الله لامبا يقعد عن تهاي إن مركا إثيوبيا ولوجا دتك سومالي لانو يقعد يركسناهم بالبرشة العالم كنوا يقعد يركسناهم برجع أفريقيا كنوا يقعد يركسناهم إثيوبيا بدو باهن تهاي بدو طريقة مريسي أيه وقت بدن قاتي إنك إذا ما بدأ جبوتي مالي رو مقرنسا كنت على جبوتي أو لبا كيلومترو إسكوارا آنكا بدنين أيا لغا كريي أو لعولي بالعقالي لغا كريي بدا يوم مدح بنان تاي ماها بدا يمتغانا عرب اسمي لتري أو أيكو سمين كرتو ماها بدا يوح كالسو دوي كرتو ماها لنا عكالسو مالان قيد ليريا قيد قابن بوي نوفول دمان حكومة ديك لدنبيي إلا إيه مكتهاي جوكتا إلا تي عبد الرحمن محمد علي تي محال هاج جبران قال مدحون داهر ريالك هين مدحون أحمد سيناية مدحون موسى بيحو ما أنت ثلاثة دلك هيا سيكاستا يجوفت كسية دلالك سبس وما اللي هو يقلي سي سي أيو هيلي لحي اعتراف ولي عيد النقاء متقانا تريوان اعتراف المجرس سند كي لما هذا يسي الله سعطي سند متقا عدق بوها سوما اللي هنكو عدق دقا لا يكرد عين قال الله سيكرد عين ميلها قاركود سند كان بشي كوات كودي دي بوش المانت اللي حدها سيد الله سعطي يسافقرد أرنعه ولا يدام ميموراندوم اوف اندرستاندينغ اما ام او يو ايا سوماليلاند اي دولته فدرالكه ايتوبيا كو دخمري مغالده هدي سببا حديان غودهان با نخر كورتا وها كو قورن هشيسكاسي سفكرت ان هرعا وها كو قورن اي دولت ولبا وهي متقانه بلان قاتاي ورتا ما موغل
لكن سمرك بدن هذا ممرنن وفي اندرستاندك اما يسفهم كان لابد الأول حياة وحوي دلخا متغ لابد دل مقعيدة دل قراء إذا مثل يسال لقراء وشيد دل متغانا ويتحاي يسفكرات قريبا لقراء حل يقول لقو فلوني يا كقران وعكلا كقران مسؤولية لها كأم كاما يهشي إسكاسي يا وقتك متغانا يشي الأربا ودن والبينو متغان فوليو حبك الله حليلا يا كقران waxaa loo ku qoran hadii khilaafaad yimaado qaabka loo xalinayo hadii uu yimaado awood binaadamka ka baxsan oo ma taqaan karaa suurtagal ka dhigi weeyda inuu heshiiskaas fulo dariiqa loo marayo hadii ay dhacdo in labada dhinac dhinac uu ka noqdo dariiqa loo marayo qoran shuruucda lagu qorayo qoran marka guud ahaan badan xurka heshiiskaas walaal waxa weeye in Soomaaliya dawladda Itoobiyaana si toos ah ay u aqoonsato Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran madax banaan oo beesha caalamka ka mid ah ay noqoto dalkii koowaad ee Itoobiya Soomaaliland aqoonsatay Soomaaliland ay ku beddelato taa beddelkeeda inay dawladda federaalka Itoobiya ay awood u siiso inay badda cas ku yeelan karaan saldhig military iyo haddii loo baahdo dekeda ay wax kala soo degaan oo waxyaabaha qaarkood ee lagama maarmaanka ah iyagoo eegaya mudnaanta ay dekeda berberi leedahay innagana ay noo leedahay in ay maxaa dawladda Itoobiya marin dariiqa ay u marto badda cas ay hesho safkarad horta kaa weeye shuruucdee lagu dhaqaya goormuu dhaqan gelaya taasi weli waa oran mahayno marka qodobadii heshiisku weli qodobo labaad laakiin waa isfahankii guud iyo safkaradkii weeyaan xuseen waxaad iyada wax ka warantaa heshiiska xilliga maxaa kusoo beegay aad u maalinaysaa adduunku ololayo dagaal la jiraan afrikaganasa ruushkii iyo yurub meelo badan dagaal ka jiraan marka waqtigan maxaa kusoo beegay heshiiski iyo wixii ka dhexeeya weliba kudar wixii ka dhexeeya heshiiskii jabuuti ay ku galeen soomaaliya iyo soomaaliya iyo arrimaha wada hadalka dib loogu soo celiyay isbeddelka siyaasadeed ka amni iyo ka dhaqaale caalamka ayaa wuxuu keenay waqtigan xaadirka wadan walba inuu ka fikiro danihiisa iyo maslaxadiisa siyaasadeed Itoobiyaana waxay aragtay inay rool weyn ka ciyaari karto ama ay magaranaysaa yacni saameyn ku yeelan karto muxuu ahaa marka badda cas waxaan filayaa inaanay mataqa shirkii Jabuuti markii magar Soomaaliya iyo Soomaaliland isku yimaadeen iyo arrintan inaan xidhiir badan ka dhexayn arrintani waxay soo bilaabantay bilo ka hor haddaanan oran sannado ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrintan iyada wuxuu mataqaanaa ugu hawlgalay sidii loo baahnaa waxaa la isweydiin karaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jabuuti arrintan may ku baraarugsanayeen anigu waxaan isleeyahay maya kumay baraarugsanayn waayad arrin qorqor Suudiya arrinta labada dal u dhexaysa way xuseynta Soomaaliya ugu geli doonaa baahinta inay ka gudbiyo su-aashaha mid lamid oo inoo soo dhex baxaysa dekedda berbera waa deked imika dib uush meel geliso loo ognahay se u shaqayso si aad loo labanlaabay shaqadeedii Itoobiya dekad bay samaysanaysa dekad bay kalanu siinaynaa waxaa tiri wixii aan ahayn laisla ogii baa kasoo tegaya dadka cabsida qaba in Itoobiya markay dekad hesho aynu siino dekad kale oo alaab kale soo degto inay berberana ka maarmi karto heshiiska la geli doono waxa ku cad dal walba wuxuu awood u leeyahay iyo waxaanu awood u lahayn waxa ku cad Itoobiya dekadda ay wax kala soo degayso ma noqon kartaa mid berbera la tartanta iyo mid aan la tartanin sideedaba markii mataqa dekadda berbera lala gelayay kontraga dalka dowladda Imaaraadka shirkadda la gelayay DP World waxaa lagu qoray muddo 30 sanadood ah in dekad la tartanta dekada berbera aan Soomaaliland laga dhisi karin arrintan waan ku celinayaa waxaana wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga xogogaal baan ahaa markii dambe afayeen baan ahaa heshiiska aynu kula jirno DP World waxa weeye dekada berbera dekad ma taqaan la tartami karta oo ama curyaamin karta inaan laga dhisi jirin xeebaha Soomaaliland oo dhan sas daraaddeed Itoobiya ma dhisan doonto kamana ogolaan doono in dekada aniga sida ay la tahay dekad la mid ah dekada berbera inay ka dhigi oo ay ka maaranto wixii kala soo degaysay Soomaaliland ma jiraan dalal kale oo Itoobiya kula socda hawshan maadaama wixii hore la soo bilaabay Itoobiya tusaale ahaan aqoonsigii haddii Soomaaliland siiso dowladda federaalka war maanta fursad waxaan hambalyeynayaa nimankii khawaarijti ee al-shabaab Soomaaliland aqoonsi siiyaan oo ay heshiiska qayb ka noqdaan marka dambe soo buu soo horaysay ma jiraan
dibna baarlamaanka la geeyo markii la isku dar markii labada gool isku darsameen bilka bacad waxa ay idin baarlamaanka fariistaan oo sharci nimada ma taqaan isku darsankii baarlamaankii Soomaaliya waagaas 120 inaga 330 lahayn inuu baarlamaanku ma taqaan saxiyo taas waligeed ma dhicin koo lixdankii baa afti la qaaday dadweyne Soomaaliland dadka ku nool ama dadka qoyiga goboladii qoyiga loo jiray waaga way diideen saas taraad hadan su'aashaadi ku soo noqdo Soomaaliya sharci uma leh inay ku doodo Soomaaliland baa ma taqaan ay sheegana mas'uul ka nahay sababtoo ah ma jiro act of union wax la yiraahdo oo labada dhinacba isku heshiin baarlamaanku saxayko haba saacadtay 1906kii ilaa 1906kii bishii October 2010kii dawladdi sifilka ahayd waxa afkeen biye general reer konfureeda oo maxamed siyaad barre la yiraahdo dabeedna dastuurkii uu laabay baarlamaankii uu kala diray laga bilaabo maalinta sharcinimada ay Soomaaliland Soomaaliya kaga mid tahay ma jirto ma yahay dabeedna waxa dhacay 1988kii markii gobolada waqooyiga tan dawladdi siyaad baray ma taqaan xasuuqday waxay keentay in mata umada Soomaaliland ay ka soo fogaato taasina waxay keenaysaa in dalgal ku darsaday haddana xasuuq loo keenay anoo oran karay haddana mas'uul baa ka ugu dambeyntii jamhuuriyad waxa la yiraahdo dawladda federaalka ee Soomaaliya sharciyiina isku darsaday federaal waxa la yiraahdo ma ogolayn saas daraadeed Soomaaliya waxa weeye aba yaraatay sharcinimada ay ku doorayso hadii maxkamada caalamiga la isla tago international court of justice dalka olam ku taala magaalada Heeg Soomaaliya oo ka garheeli kara waxa kaliya loo baahan yahay in ummada Soomaaliland haday xukuumadda iyo haday aqoonyahanada iyo haday shicib tahayba in la fahmo sharcinimada ay Soomaaliya mutaqaanay in lagu leedahay wali waa mas'uul baan kanahay wax jira ma aha wax qoranna ma aha wax ay ku doodi kartana ma aha marka sharci ahaan xagga caalamka hadaan la galo oo salaahan aynu loo yahay la qabsado oo maxkamada caalamiga la galo sharciga Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu ku midoobay xukun ma jiraa waxaan ku garheelinaa Soomaaliland hadii ay mutaqaanay isha uu dhaba gasho oo dib ugu noqoto 16-kii 16-kii 7 loo midoobay shuruudaha lagu midoobay waxay ahaayeen maxaa qornaa si qaabkeeda lagu qoray iyo inta ma laga ansixiyay ururada caalamiga ma laga ansixiyay Soomaaliya hadiiba ay jirtay ma qornaana 16-kii October markuu mutaqaanay afganiga military ay soo koonfuri ku kacday ayay sharcinimadaasi buurtay sababtoo baarlamaankii waa la laalay muxuu ahaa dastuurkii lagu midoobay waa la laalay Soomaaliland maalinta laga bilaabo xilliga 22-kii October 1996-kii wixii ka dambeeyay ilaa 19-kii waxa weeyeen aftuuba lagu haystay ee dal ka tirsan Soomaaliya ma ahayn Soomaaliland way antaaga ku gudubno in heshiiska safkarad ee Soomaaliland iyo dhaxmaray Itoobiya san horow sheegnay Soomaaliya aad baa qeyb intii meel kasta albaab kasta oo garaacday in diblomaasiyad iyo culaysi waxay isticmaali karaan si ay u isticmaashay awoodda Soomaaliya diblomaasiyad ahaan ay leedahay ay ku hor istaagi karto ama kaga hor imaan karto heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland in muxuu yahay intuu leeyahay ma hor istaagi kartaa hadmadnaasa ma inay isku dayaan oo dad ma taqaana ka dhiidhiya dal Soomaaliyeed oo la bixiyay bad Soomaaliyeed oo la bixiyay inay ummadooda u sheegaan mise waxay qaban karaan haddii doonayaan inay wax qabtaan maalinta Soomaaliland Itoobiya ay aqoonsato xiriirka diblomaasiyada Itoobiya oo jiraan koow ciidamadooda ma taqaana jooga dowlad koonfurta Soomaaliyana naga baxa ku yiraahdaan ha ku doodaan in ururka Afrikaanka ee African Union ka leeyahay uu uga mid ah Afrika in meel dhexdhexaada la geeyo adi sababo laga raro Itoobiya ha ka dacweeyeen sida kiina ugu dacweeyeen maxkamadda adduunka ee ku taala Heeg run ahaantii inay iyagu mutaqaana isheeg show iyo mutaqaana khayaali dhigaan maaha Itoobiya waxa la waxay ka qaadi karaan Itoobiya hadii ay mutaqaana ku dhiirsato inay Soomaaliland aqoonsato ma dhici doonto Xasan Sheekh eriga u fiirso Xasan Sheekh ma dhici doono inuu safiirka Soomaaliya u fadhiyo Itoobiya inuu persona non grata ka soo qaado oo uu eriyo xiriirka Itoobiya uu jiro kuma dhici karo uu iska hadlayaa maxay tahay sababtu sababtu waxa weeye Xasan Sheekh iyo dowladda Soomaaliya 30 sanadood ba waxay ku guuleysan waayeen inay cadaalad iyo nabadgelyo iyo horumar iyo mataqaana iskaashi iyo mataa isku kalsoonaan dimuqraadiyad iyo dal wadaag ay dadkooga mataqaana isha ku soo horaan koonfurta Soomaaliya meesha qolada la yiraahdo mataqaana koonfur galbeed Soomaaliya ama dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda iyo Jubbaland iyo takeen muxuu ahaa iyo Puntland midna Xasan Sheekh ma xukumo intaba waxa weyn rag iskood mutaa uga madax banaan muxuu ahaa
دخلي الدولدة دحين قصوقة كوجن أو ملحبنان حسن شيخ تقول تعالى برلمان كصومالي متقن أي شيء لصوح له يعني متقن لصوح دورني ولا صوح له إلكشن ما هو سلكشن ولا صوح له مع المدوحين سلكشن بوجوده وح تعالى وحوى إنه بتقولي لا كشقيان أي كشق خيالي من فدرال كي واحد أنت كتران أي كل نقدان جمهورية دي سومالي هذا اللي يراد جمهورية الديمقراطية الصومالية أي دي بقول نقدان تبي إنه مرك أي لحظة سومالي لا إنه يرهتان لابد قبل هو يسكت الصدابة يعني هنا ما هيشين كرنا يسوي نسمع سلامنا إن هالشيء سير عالمي جا أي سومالي منطقة أي كدود السنة هوا يرات وحكو عد إنه سومالي سومالي لان كمسؤول تاعي مجرسو سلام كوشة هنا كل لحظة لبيل لحظة كي أكتوبر كل سجال بقول سجال اللي حدا يقول كده بي حق يقرر تجع يعند هذا يبي كونفوري نبغى هاي سته إيوه شرعي يعني نبغى هدي يعني لم بدو بنبغى شرعي يعني مثلا إنه كم يدونه إيه على عليه برلمان كي مثلا سياد برا كلا دري دستور كي سياد برا كلا دري كعان مثلا كسور روي سومال لأن مركز لا قبل أبو عدد سكي يعني بتركي مثلا أنا يعني برنامج جديد قرش سنة يدل كان لغته لو جي سي أي كونفروت بلاد سي الله سي أي مانتا كونفري متقن أورن كتو سومالي لان مسؤول بنو جناي ميشو سومالي لان وادل كان برح بنان عالم كون لحرنا عالم كمجرن سي يعني هالشي سي نقول له هدي أي فو شيء جيان تدي بي ول بيجوش الله هاي ميت كلام وراح على سومالي لان أدي سومالي لان بدأ بحين سي كقليان تركيا متقن واحد سي يعني متقن بسليكي هو هناي مجرن سي يعني عالم كوكو يشو ومقرن سلسلق ملتري بيسيين ودمو بدن بيسي مين نقلت تشهد هو مايا بدب بدن بيهي نكي لوري جرف مواجه مدحويني مدحوينان كوري وبيهي انتا سو بدوت اس اف كيسا اس او كولي اتوبيا افر بد افر سلق او بدها ايا نسيني وين اكو يرتهاي ساسر هده وحي متقان او قلان تاين لو كردي تاين ما حاران كردي تيسن حلال كردي وي حسين دير تلوين كايو خيصو تذكر هل سمان دولت داد که کسب سر شیس کرد قاب خلو لام علام عملیو دولت لوبر برستایی اما سه صحرا لوقا خلیو پیه های داد که لوبر یکی نیه حاوا هست اون سه دولت دو کار رنیه سه دولت دو حالا که ما مرمانه دولت دو اینه وقت شعب که خنیس دولت دو لوحه متقع مسئولیت دو کوهت های این وحی شیس دای سوگشو ای وحی امده دو متقع مگه امده دو کسوگشو این امده دو کقنیسو حلو به هنی هشیس که دولت دوکشی اینو نقد هشیس ده فرن و مدل متقاعد نیشه لاس و بلیگو گله یه شکارن کنم متقاعد نیشه لاله و داغو ادی ای خصایس ادی ول بلال مو داغ کردم لکی سو گله ادی حق اونی لاله و داغ تو ادس اسلام که اینا ای دولت دو کد داشو سید ای شعب که کلسونی شعب که ایو هنن لحید تا خصومال لام حلاه های دولت دوی گو حتی برلباق ول و داغش شو مرکی میاد سما لا بد ولا كيني يقول تلكي لا بد ولا ولا بد 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 ولا قرن مدينة ومدن مدينة كل سوديدنا هم لا يهيك سجاين ولا أنا مستقبلك ما دام واحد يكحريين أو أي دولة دول إثيوبيا نقوم دون توضن كي يقول رأي إلا اعترافه سومال لا اعترافه والله بهني أنا متذكر سومال لا عن تاريخه اللي قل علينا اللي ورا إثيوبيا وعدوين ده دور تبوح وضن إن إسكهر كينان ومد سومال لا يوم متقن هالشيء سكني سيد متقن شيء يعني ومد هو أنفعه مرك حكومات دو حلوة بهاي إنه ومد وعي جلسو كل يا شغرا كانوا صوبان دكتو تذكر سومال لأن وين حكومة دا يسبر بثاعان وعي مثلا هالشيء كان واركان مد دنتو أي كوتشرتو قارن نمو ذي كوتشرتو دولة نمو ذي أي كوتشرتو تذكر هاي سومال لأن من أما سوشيال ميديا كهلا يا ملك كلا تذكر وقد يجي هالشيء كواحد سومال لأن لاقك واحد أما سومال لأن لغو دنيا سوشيال ميديا هاي وتذكر أنا أقول لك 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 إذا كست أو بروباغاندا يمتقن أي شيء يعني مهمل جلسة
وحاسوما ومدى سومالان متقن يشو سويدي إن صرت متقن طلابة على قاعدة of course سومالان ودل ديمقراطية تدخل هذه كران تدخل متقن فكرك هو يكدي من كران لكن كل بوحة كحرمتا هي وحي محصول كصوبها يو تولد الجمهورية السومالان سيدي يو يبي سو حكومة المدحون المصبيحي أخيناها سيدي ولو دارت الشعب شعب حلوبة هين لوعي قليو إن لا تصدم تولين هلقا كجرتو يعني كجرين إن المطر هذا نصد عيسو تنسان دولك عليه أينو متقن عايشة يعني إنه سجنه عدنا عقون سد وفرصة إن سوا مرتين فرصة مرت كان لقى فايدة سوي إن يدو لقى فكرة يو لين عيو بدن لقى كيريو محانا بتقولي الدراي لين كتيرة محا متقن عايشة يعني كاي من كرا محا دغالة دغالين محا كود عيا ذكرين محا كود عيا إن ودي تشرك أمضى محا كود عيا هشيء سكو حوي وين آل لولا فكره ولين عول بلقى يستعمل وهي وما سنتها حسين آذن عي والله يقن حسين دير وسيرك وراك ناس يسون مال الاستمر كان ها أفيان كيف حكومة دين بدحون السيلايو حسين هذا ما سنتها برامج أنا كم فلان قيل إني هشيس كيس بهنا دحم رئيس مال أنا يتوبيا إنت هسألك شوية قبل قبلين أنت برامج كان مطلع ما يكون بدوننا حاول تقول أنا هاي وين كنت